السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل، دائما مع حلويات المشروع. اليوم جبت لكم تلبية اللي طلب العديد من الأخوات، جبت لكم مخبز اقتصادي. احنا نعرفوا بلي المخبز يجي عادة باللوز، انا عملته بالكاكاوات، لكن طيتو طعم الجوز ويجي ما يسيح لكم ما والو، يجي ما شاء الله. بصح تعودوا للوصفة تاع اللي خدمت الكاوكاو، عملت له طعم اللوز، حولته الى طعم اللوز. دوك نبدل لكم، نعمل لكم رابط الوصفه في صندوق الوصف. كذلك زينت هذا المخبز، عملته سبيسيال عقيقه، عملت له ان غلاصاج غوز على حساب عقيقه تاع بنت، وعملت له اشكال تاع لي تيتين، دي بودي، دي بيبرون، دي بابوش، عملت لهم بدي مول تاع الشوكولا. كنت وريتهم لكم هذيك الشوكولا البيضاء، هنا نلونوها الشوكولا البيضاء هي اللي تلون، والتلوين يكون ملون اونجيل ولا ملون اون بودر، ما تعملوش السائل باش ما يفزدهاش. الشوكولا البيضاء حساسه وما تحملش نعمل نزيدوا لها الماء، ولا راه يجوني اسئله بزاف على الشوكولا. الشوكولا ما تزيدوا لهاش اي اضافات، خاصه الشوكولا البيضاء. استعملوا هذاك النوع تاع دادان، هذاك اللي نستعملوه ومعتمده عليه، يمد الوان مليحه وتجي ميم الكلاصاج به يجي بغيون ويجي شباب بزاف. نمشي نشوفوا مع بعض مقادير وطريقه تحضير هذا المخبز الاقتصادي. نحضروا هذا المخبز، نحتاجه 3 كيلات، انا رفدت بهذا الكيله 3 كيلات كاوكاو هكذا مطحون، نحتاجه كيله ماشي مملوءه السكر، نحتاجه ملعقه كبيره تاع الجلجلان، ملعقه كبيره تاع الكاكاو، ونحتاجه هنا عطر نورمالمون عطر الجوز، انا صبته عندي كامل، نمشي نعمل عطر البندق، هي نورمالمون عطر الجوز. نحتاجه بياض البيض، انا راه عندي بياض البيض، ما كانش عندكم بياض البيض عملوا كاع البيض كامل اللي عكر لكم. نبداو الكاوكاو، انا اللي يحبوا المخبز وقلت ما يجيش بالكاوكاو، يجي نورمال سورتو الا خدمناه هذيك حولناه كي بذوق، عفوا كيما نكونوا نيبسناه كيما الفيديو اللي راه عندي محوله للكاوكاو لذوق اللوز، يجي ما تجيش فيه ديك البنه، كي نغليوه مع الليمون ولا فاني ونخليوه يبس. نزيدوا له معلقه تاع الجلجلان، نزيدوا معلقه تاع الكاكاو، هنا يبان كلي راكو عاملينه المخبز بالجوز. نخلطوا هاد المواد الجافه غايه، يبان كلي راكو عاملينه بالجوز هذا المخبز. هنا قلت لك كان عندكم عطر الجوز عملوا عطر الجوز، ما كان ما كاش عندي نعمل عطر البندق، صبت لها الاخر كاملت لي. نزيدو هنا عطر البندق، حاولي نسمي ملعقه صغيره، ونبداو نعكرو بالابيض البيض، ولا ما كاش عندكم مع ابيض، كان عندي ابيض البيض ما نضيعوش، تجمو تستعملوا بيضه نيشان لي يعكر لكم، مانيش عارفه الكميه شحال تعكركم نتوما، واختارتوا المكيال كبير ولا صغير العبر. عكروا ونشوفوا هنا هكذا، نعجنوها جيدا باش هذاك السكر كاع يذوب ويجينا شباب، تجينا لاباط شابه. نعجنوها جيدا نذوبوا السكر باش كي نبداو نفورميو في المخبز تساعدنا. شو لاباط داموند اللي تحصلوا عليها، طرطبه شابه بزاف، ومام الكوت تاعها والريحه تاعها راه طيبه. نرفدو هكذا باش نخدموني، ماشي نخدم انا بهذا المول، نتوما اللي تفضلوا اللي تكون المخبز كيما تكونوا حابين تعملوا لا فور. ما نبسطوهاش بزاف تاع المخبز، غير شويه يجي هو عالي كيما راكم تشوفوا، شو السمك تاعو، وبحال نعملو هكذا بلاستيك ونقطعو بالقطيعه باش يجينا بومبي. هذا الشكل انا اللي اختاريته، شوفوا هكذا يجي. هذا هو المخبز اللي نحصلوا عليه، خليته يرتاح لمده ساعتين، والان راني دخلته للفرن يطيب على درجه حراره 160 درجه مئويه، ما نخليوهش يطيب بزاف. هذا هو المخبز بعد ما نحيته من الفرن، طيبته لمده 7 دقائق فقط غير باش ينشف البيض وخلاص، ما تخليوهش يطيب بزاف. بعد ما طيبنا المخبز وبرد، الان نمشيو نحضروا الكلاصاج. نحتاجوا البياض بيضه، زوج معالق كبار تاع عصير الليمون، ملعقه كبيره تاع الماء الزهر، والسكر الناعم حسب من على حسب ما نحتاجو. نبداو نحضرو في الكلاصاج، نضيفو لهنا زوج معالق تاع عصير الليمون، نضيفو زوج معالق تاع عصير الليمون، نصفيهم من الأحسن نصفيهم،
معلقه كبيره تاع ماء زهر، عصير الليمون يجي ينشف النخفة الكلاصاج ويجي طري كذلك. نخلطو، نبداو نضيفو في السكر الناعم حتى نتحصلو على قوام تاع الكلاصاج، داك لي ما يطيحش خفة وما يجيش ترونسبارون. طبعا السكر الناعم راه منخول جيدا، غربلو حتى لدو فوا. ريحة شابة بدات تاع ماء زهر مع عصير الليمون. وصلنا على هذا القوام تاع الكلاصاج، نستعمل هنا ملون وردي فاتح، شو هاد لاماخ فيكتا اللي نستعملها ببودره حتى ونجل تجي تخرج مليحه بزاف، كنت ديرنييرمون شريتهم. اللي حابه نعمل وردي فاتح نرفدو غير هكذا شويه، ما نكثروش باش ما يجيناش اللون فونسي بزاف. نخلطوه باش تعطينا اللون. انا حبيت هذا اللون وردي فاتح اون روز كلير. نسيو الان الكلاصاج، راني جايبه هذا يونغري باش نعملو عليها. نتحيو الحبه الكلاصاج، راه شباب انا هكذا نحبو. نحطوه على لاكري دوك حتى يبدا يهود هذاك الزائد، ميم جا بغيون جاش فيه الكبيرات، هذا باش يهود كاع الكاطو. نوصلوا هكذا بنفس الطريقه، نكملوا الحبات اللي راهم عندنا كاع. هذا هو الكلاصاج، نتركوه ينشف. وبالنسبه بقات لي كميه قليله، استعملتها شويه فرونسي باش نحتاجوها في التزيين، استلها شويه لا كولور باش جات شويه هكذا فرونسي، جات شويه فرونسي على هذا. خليوه ينشف نعاود نوليو نزينوه. نزينوا هذا الخبز تاع العقيقه، اختارت لكم هذا الليمون تاع الشوكولا كما راكم تشوفوا، فيهم دي غونويير، فيهم دي بودي، فيهم دي غوب، فيهم دي بيبرون، دي بابوش، وكاين هادو فيهم دي تيتين دي بابوش، هادو ديجا خدمت بيهم. بالنسبه هنا للشوكولا البيضاء، لونتها بالوردي بلانكو ان روز كلير، دوبتها في حمام مائي وريت لكم كيفاش نلونوا الشوكولا. ونعمروا هاد لي موتيف هكذا باش ما تغبناش، نعملوا في لابوش خير. تحبوا تعمروا بالملعقه، عمروا بالملعقه، انا جو بريفير نعمل بلابوش باش تجيني الدعوه الخدمه الشابه. هذا باش نزوقوا المخبز تاع العقيقه. هنا الا كان عندكم الولد تحتاجوا هنا الشوكولاته كنديروها بالبلو، ما تعملوش بالغوص طبعا. هنا نعملوها بابوش، هنا كاين لي تيتين ولي بابوش، مي هناك في الاخر كاين بزاف، كاين غنويه، كاين بيبرون، كاين ايضا مفتوحه باش ترفد الشكل جيدا. نوريكم بعد انا نكمل. هنا بالنسبه لهذا البودي عملت له هنا الدوغي بالبانسو، هذا لو كور باش يجي فيه داك الدوغي. هنا تنجمو تعملو كولور فونسي كولور كلير، ولا تعملو داك الكور تعملوه بالبيض وتعملوه بالغوز، ولا كان عندكم مولد كذلك تعملوه بالبلو الفيغ الجون، راه كاينين الالوان. حنا دائما نفضلو الغوز للبنت والبلو للولد. هنا نعمل هكذا ينغوب شكل اخر، ونخليهم ينشفو باش نزينو بهم المخبز. نعملهم على هذا الشكل ونخليهم ينشفوا باش نزينو المخبز، ولا انا كي يعاود ينشفوا لنا نعاود نخدمه مره ثانيه، وهكذا حتى نكملوا كاع عدد المخبز اللي عندنا. لو كلاصاج تاع المخبز بعد ما نشف عملنا له هذا لو بريون كيما راكم تشوفوا، انا عملت هنا ارجنتي ناكري ستان ناكري، عملنا هذا شوفوا راه يبريي. وبالنسبه هنا للشوكولا كذلك كي نشفت هنا بنفس هذا اللمع الاصفر اللي كنتو شفتوني خدمت به ديجا، يجي ليكيد. عملنا هكذا بايزون لي بيبرون لي تيتين، هنا لي بابوش، كل حاجه زيناها بالدوغي. وبالنسبه هنا للشوكولا كاين اللي عملنا لهم هكذا لسانهم بويض، تخليهم بويض يجيو شابين، وهكذا بالدوغي ثاني كيجيو ملاح. هنا كذلك هكذا لي بابوش تعملوا لهم من دوغي، تحبوا تخليوهم هكذا ثاني كيجيو ملاح. هنا نعملوا شيه تاع الشوكولا بيضاء كانت بقات لنا، ولصقوا هذا البابوش هكذا، نعملوا هكذا في الكوا عفوا. الان نرفدوا داك لو كلاصاج اللي كنت عملته فونسي، نعملوا هكذا في بوش مع لادوي تكون رقيقه بزاف، نعملوا هكذا دي زيكزاك.
هذا هو المخبز تاعنا تاع نيسونس، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. لا تنجمو تكتبو تاني كي الحرف الاول تاع الطفل ولا اللي تحبو، تزيني بقى لي نديت لكم افكار وانتم ما تحبو. وطبعا بما ان حضرنا هذا المخبز للسابع العقيقه، نعملو هكذا دي كيسات شابين هكذا اون دونتيل، ولا تعملوا لورغونزا اللي تفضلوا. لورغونزا تجي شابه كذلك في المخبز، انا اليوم فضلت نعمل هادو اون دونتيل، واللي نعملهم من تحت نعملهم حتى هما غوز هكذا على زعما بلي سبع تاع بنت. ولا كان عندكم مول كل شيء هذا اللي عملته استعملوهم بلو. هذا هو الشكل النهائي تاع مخبز اقتصادي ويجي روعه في الحطه. نتمنى وصفة المخبز الاقتصادي تكون عجبتكم، ونعملكم بعض الملاحظات بالنسبة للقلاصاج كي تعملوه. اسيو تعملوه قلاصاج يكون عقد هكذا كي تعملوه في الحبة ما يطيحش كيما وريت لكم في لا فيديو. اون كتكونوا زدتوا له السكر ناعم بزاف وجاكم عقد وما قعدش يجيكم في الشكل الشباب، زيدوا لها قليل من عصير الليمون. وتنجموا هنا تستغناو على، انا كنت عملت فيه مزهر، تنجموا تستغناو على مزهر باسكو عصير الليمون خفا ينشف القلاصاج. وبالنسبه لي شحال جاتنا انا الكميه اللي عملتها، عملت كميه قليله، عطاتني 17 الحبه وعطاتني 800 غرام. هنا للسيدات اللي راهم يسالوني بزاف شحال نبيعوا الحبه، هنا في تلمسان حنا ما يبيعوش عندنا بالحبه، يبيعوا عندنا بالكيلو. الكيلو هذا بيعوه 120 1200 دينار. كي كنتو حابين تبيعوا بالحبه وزنوا، بازم دومونديك سيده على 20 حبه 30 حبه وزنيها وزنيها. سينو كل وحده تسقسي تخرجوا هكذا وتسقسيوا لي بيعوا الحلويات كل وحده على حساب بلادها. كاين في بعض المدن كيما الجزائر العاصمه وهذا الحلويات غاليه بزاف، تسقسيوا ترفدوا لي بري وتشوفوا على حساب نتوما شويه طيحوا، ما تبيعوش كيما المحلات، المحلات شيء اخر. وسوختو اللي تكون عاده كي تبدا طلع حسابها شحال دخلت لها سلعه وشحال حق يديها. هذا هو قلت نتمنى فيديو اليوم تاعي يكون عجبكم، جربوا المخبز وردوا عليا في لي كومونتير، ما تنساوش تعملوا لي لايك لا فيديو وتبارطاجيوها في المواقع الاجتماعيه. واللي اول مره تدخل القناه تشترك وتفعل الجرس حتى يصلها جديد قناتي. في الاخير نشكركم على المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.